ورجعنا لكم وفقرتنا ريمونتادا. ريمونتادا المرة دي صغيرة شوية، لأن في حضرة بطولات النادي الأهلي وعظمتها الرد على المنافسين أهميته بتتضاءل. ولكن ما نقدرش نعدي تصريح كابتن أحمد سمير فرج إن 2009 الدوري اللي خسره الإسماعيلي أمام النادي الأهلي في مباراة فاصلة كانت خسارة بفعل فاعل، وكأن الدوري كله تغاضينا عن ملابساته اللي محتاجين نتكلم فيها. عايزين يا أحمد نقف ونرد عند النادي الإسماعيلي الأول، هل أدير بحجم النادي الأهلي أدير بيه ولا لا؟ عايزين نستعرض الإسماعيلي نفسه تحكيميا استفاد من إيه في الموسم ده قدام النادي الأهلي في مباراة مباشرة، اللي هي المباراة اللي كانت قبل المباراة الفاصلة اللي خاضها النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي. الهدف اللي سجله النادي الإسماعيلي وفاز بيه على النادي الأهلي كان من ركلة ركنية غير صحيحة، ما فيهاش أي حاجة يا كابتن أحمد سمير. والغريب المفارقة إن أنت نفسك بطل اللقطة، يا سبحان الله، يعني أنت نفسك أكتر واحد مدرك إن أنت سجلت هدف فزت بيه، لولاه ما كنتش رحت أصلا للمباراة الفاصلة، وهو لم يكن من حق النادي الإسماعيلي. كمان قدام المصرية للاتصالات النادي الإسماعيلي دي لقطة الضربة الركنية، تأكيد على إن الركنية مش ركنية، ما فيهاش أي حاجة. قدام المصرية للاتصالات النادي الإسماعيلي استفاد بشكل واضح من هدف ملغي للمصرية للاتصالات. لو شفنا الهدف، هدف غريب جدا إلغائه وغير مفهوم، الإعادة هتبين لنا. اللاعب بتاع المصرية للاتصالات كان متغطي بمسافة واضحة جدا جدا جدا، متغطي في فدان، الهدف ده ألغي بداعي التسلل. كل اللقطات دي يا كابتن أحمد حضرتك لو ما جوملتش فيها تحكيميا أو ما كانش حصل خطأ على افتراض حسن النوايا، حضرتك ما كنتش هتبقى موجود في المباراة الفاصلة إطلاقا، اللي الإسماعيلي أصلا ما كانش له ظهور فيها. ولكن حضرتك بما إنك توقفت عند مباراة الجيش وإن النادي الأهلي استفاد تحكيميا، أحمد هيستوضح لكم هل النادي الأهلي بقى استفاد ولا لأن مؤكد إن أنت استفدت. هو بس الفكرة كلها إن أي خطأ من دول كان اتحسب صح. عايز أقول إن كان الدوري انتهى بدون مباراة فاصلة، والنادي الأهلي كان متقدم الدوري ده وسابق بكتير جدا، ولكن تقهقر في بعض المباريات. الفكرة كلها إن المصرية للاتصالات بسبب الخطأ التحكيمي اللي قدام النادي الإسماعيلي في الدور أو في الدور اللي هو قبل المباراة قبل الأخيرة هبط. لو كان حقق الهدف ده كان هيبقى في الدوري، يعني أدير بشكل قوي جدا. تخيل فريق بيهبط تقريبا ما صعدش تاني المصرية للاتصالات. لكن تعالوا بقى للجانب الاخر هو النادي الاهلي. النادي الاهلي اتظلم تحكيميا في الدوري ده اللي كان ممكن يتحسم طبعا، بما ان الاسماعيلي استفاد من الاخطاء التحكيميه في مباراه الاهلي والاسماعيلي الركنيه، كمان في مباراه الاهلي وانبي النادي الاهلي متقدم 3-1 وركله جزاء واضحه وصريحه لمحمد بركات، الحكم كان وقتها محمد فاروق، وطبعا ما اتحسبتش ركله الجزاء، انتهت المباراه بالتعادل 3-3 عشان يفقد النادي الاهلي نقطتين. لكن الحقيقه الكابتن احمد سمير فرج اتكلم قال ان في اخطاء تحكيميه وارده كتير، لكن لو في خطا تحكيمي بيبقى بشبه التواطؤ الامر بيختلف. يعني هو قال لك وارد ان احنا نستفيد تحكيميا، وارد الاهلي يستفيد تحكيميا، الا لو في شبه التواطؤ، واشار ان الكابتن ريشه ان كان في شبه التواطؤ في عدم احتساب هدف كابتن محمد ابو تريكه فاول. لكن الحقيقه ان في حكم اخر ادار مباراه للنادي الاهلي هو الحكم الاسماعيلاوي السيد فتحي، وهي مباراه الاهلي والشرطه، تحامل على النادي الاهلي بشكل غير طبيعي جدا. مشجع الاسماعيلاوي ولا مشجع الاسماعيلاوي اللي كان بيحكم عدم احتساب هدف صحيح لفلافيو، عدم احتساب هدف صحيح لفلافيو، دي ركله جزاء لمحمد ابو تريكه غير محتسبه، وكمان ايه انذار على سيميليشن، وكمان يعني اي حد في اي حكم هيحسب دي ركله جزاء لصالح محمد ابو تريكه، لكن هو كان عادي جدا وبهدوء اعصاب طبعا وبهدوء اعصاب. اما ده بقى يعني المفروض اذا كنا بنتكلم في القيل والقال في ركله الجزاء، فده في لافيو يا جماعه اللي هو رقم 2 في لابس احمر في منطقه الجزاء، متغطي طبعا زي ما قلنا برده ب 2 كيلو وبيسجل الهدف، ومع ذلك بيتم كل اللقطات دي اسهل تحكيميا من مباراه الطلائع. لا وكره ثابته طبعا، يعني سهل جدا لدرجه ان مانويل جوزيه قال لك انت كل شويه صفاره صفاره، لكن الصفاره دايما كانت ضدنا، وكانت في صفاره اخرى باحتساب ركله جزاء على امير عبد الحميد في المباراه دي انهت المباراه لصالح الشرطه 1-0. لكن فلو المباراه دي انتهت بشكل طبيعي والحكم اللي طلع بعد كده ببرنامج اسماعيلاوي في المباراه الفاصله وقال لك انا طبعا بتمنى النادي الاسماعيلي هو اللي يحقق الفوز، انا مشجع اسماعيلاوي، انا بتشرف ان انا بنتمي للنادي الاسماعيلي في نفس الموسم بالظبط، فلو في اي شبهه تحكيم ده قبل المباراه الفاصله بيوم اصلا،
فلو في اي شبهه مجامله تحكيميه فاعتقد هو الحكم السيد فتحي، لكن لو كابتن ريشه لا، كابتن ريشه كان ممكن في ركله جزاء لجيلبرتو واضحه جدا، لو هو عايز كان يجامل النادي الاهلي على الاقل كان يديله حقه اللي هي ركله جزاء جيلبرتو داخل ال 18. ده مش كده وبس، كابتن ريشه اصلا تاريخه مع النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي زي ما شايفين حضراتكم ركله جزاء واضحه وقدام عينيه، يعني هو قريب منها 2 متر تقريبا الكابتن ريشه. لو هو عايز يجامل ما حسبش دي ليه؟ يعني هو ده السؤال اللي ممكن بنساله الكابتن احمد سمير. يا كابتن احمد سمير، لو الكابتن ريشه عايز يجامل النادي الاهلي ما حسبش دي ليه ركله ترجيح؟ السؤال الثاني، ان الكابتن ريشه اصلا تاريخه معانا فارس كان هيخسرنا بطوله الكاس، يعني هو هنا كان هيخسرنا بطوله الدوري مستحقه، كان كمان هيخسرنا بطوله الكاس، وبرده امام النادي الاسماعيلي كانت 2003، كان وقتها الكابتن اسلام الشاطر لسه في الاسماعيلي وعمل ركله جزاء. لو كابتن اسلام الشاطر نفسه هو الحكم كان حسب على نفسه ركله جزاء ضد اسامه حسني، كانت ممكن تطيح بالنادي الاهلي في نهائي كاس مصر، لكن قدر النادي الاهلي يوصل لركلات الترجيح بعد ما كان متقدم، وكمان الهدف اللي تعادل بيه الاسماعيلي في وجود الكابتن ريشه كان من خطا واضح جدا على حمص. ادي ركله الجزاء، لو كابتن اسلام هيحاسبها ركله جزاء. لا واحنا بنتغاضى كمان مباراه طالعه خلصت كام؟ ده مفيش حد بيذكره. ده انا عايز اقول لك ان احنا اصلا ما كناش محتاجين نوصل لمباراه الطلائع، يعني عدد نقاط مباراه الطلائع ما كناش في حاجه ليه. لو استفاده الاسماعيلي مقارنه الموسم ده تحكيميا فاضح، يعني مش من المواسم اللي حد يقدر يتكلم فيها عن اي حتى اخطاء لصالح النادي الاهلي. يعني يا كابتن احمد سمير حضرتك محتاج تراجع نفسك جدا في تصريحك ده، وان كان حضرتك بيكون لك تصريحات متزنه اخرى، انت نفسك في عز الصراع على البطوله ما بين بيراميدز والزمالك، كنت حضرتك شايف ان النادي الاهلي بيحسم البطولات بشكل مختلف. نقدر نشوف الفيديو لو حضرتك بتتكلم عن الوقائع اللي كانت خاصه بالتحكيم فاحنا ردينا عليها، ولو على رؤيتك للنادي الاهلي فحضرتك رديت على نفسك يا كابتن احمد، ولك كل الاحترام مننا، واكيد النادي الاهلي بطولاته مستحقه. لا ده كمان له تصريحات، يعني كان طبعا حلقه كبيره جدا، وكان الكابتن احمد سمير تقريبا بيعمل تصريحات مثيره للجدل. طبعا اتكلم عن فكره عضو مجلس اداره اتحاد الكره اللي قعد معاه في 2012، برغم ان النادي اللي هو عبد الله السعيد، برغم ان عبد الله السعيد كان لاعب في الاهلي وقتها في المباراه، وبرغم ان اتحاد الكره كله اقيل يوم 2 فبراير، يعني ما كانش فيه تواجد خالص. والاهم كمان هو احمد سمير فرج راح فين؟ ده راح نادي الزمالك. طب راح نادي الزمالك في شهر كام؟ باعترافه هو نصيا في شهر مارس. يعني مش بس كده، كانت القائمه بتاعت الزمالك مقفوله، طلعوا احمد حسن ودخلوا مكانه احمد سمير فرج، يعني بتعمل استبدال وكمان في توقيت غير توقيت الانتقالات الرسميه، وجاي بيتكلم عن فكره ان انا قعدت مع احد اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم عشان يوجهني للنادي الاهلي، والحقيقه ما حصلش، والموضوع ده تاريخي جدا، ورجعوا لواقعة زكي عثمان وكابتن يكن حسين، وكابتن يكن حسين في واقعه شهيره جدا لما الكابتن حلمي زموره كان مدير المنتخب خطفهم كده من النادي الاهلي، وكان عبد البقال رايح، الكابتن عبد البقال رايح عشان يسجلهم للنادي الاهلي، قال له خلاص الموضوع عندنا، واغروا اللعيبه بانك هتلعب في الزمالك اساسي وبالتالي هتلعب في منتخب مصر. لو بنتكلم عن استغلال مناصب وقيادات اعتقد الموضوع بعيد تماما عن كل من ينتمي للنادي الاهلي. يا كابتن احمد، دي كانت اخر حلقتنا النهارده او اخر فقرتنا النهارده، سعدنا بيكم ويا رب دايما كده متجمعين على حب النادي الاهلي، وسيظل النادي الاهلي خط احمر. نشوفكم في الحلقات الجديده، سلام.